السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم، كالعادة الخوت نرجع الواقعة اللي وقعت بالأمس، الفضيحة اللي جرات بالأمس اللي اتفضح فيها ممثل البوليساريو في الاتحاد الإفريقي لمن بوعلي، وكتعرفوا كاملين وكيف شاهد العالم وكيف شاهدوا حتى هم دخل متسلل كيف السريري وجلس في كرسي، وحاولوا أشخاص أخرين أفارقة منهم رجل وامرأتين على أنه يغطوه حتى أنه يقدر ينطر ويخرج من محفظته يافطة أو لوحة مكتوب عليها جمهورية الصحراوية، ويحط قدامه ويتصور، ويتم استغلال الفيديو أو الصورة على أساس أن الجمهورية الصحراوية سيدنا الديمقراطية تم استدعائها رسميا للحضور في قمة اتكاد إفريقيا، وبالتالي يضربوا عرض حائط القرار اللي اتخذ قبل شهر من الآن في قمة أكرا بغانا، واللي بموجبه يمنع البوليساريو من الحضور في أي قمة أو شراكة بين الاتحاد الإفريقي وباقي الاتحاد الأخرى مثل الاتحاد الإفريقي واليابان، الاتحاد الإفريقي والصين، الاتحاد الإفريقي وروسيا، الاتحاد الإفريقي وأوروبا، الاتحاد الإفريقي وأمريكا، وما أكثر الاتحادات أو الشراكات مع الاتحاد الإفريقي. كان قبل شهر من الآن، وكان هذا أغضب الجزائريين، وسمعنا في ذاك الوقت خطاب أو كلمة عطاف كان باغي يبكي. ممنوع منعا كليا أي قمة بين الاتحاد الإفريقي وباقي الاتحادات أو الشراكات مع دول أخرى حتى حضر فيها دولة غير معترف بها أمميا. وقعوا عليه بطبيعة الحال، وكانت صفعة وصدمة بالنسبة للجزائر والبوليساريو. هذا القمة اتكاد الهدف الأسمى أو المنشود بالنسبة لهم هو أنه يصوروا تلك الصورة يحضر فيها ممثل البوليساريو ومكتوب قدامه الجمهورية الصحراوية على أنه حضر، وأنه ما تم تداوله قبل شهر كذب وتضليل وفبركة وإشاعة من صنع المروك، وراه الجمهورية الصحراوية دولة قائمة وتم استدعاء من طرف اليابان. هذا هما اللي باغي يوصلوا، ولكن فشلهم طبعا الحال، فشلهم ذاك الشاب المغربي زائد التسجيل والتصوير اللي تصوروا وتفضحوا. مهم شاهد العالم على أنه ممثل البوليساري يدخل متسلل، ودخل فعلا بوثائق جزائرية، وانطر من محفظته تلك اللوحة اليافطة اللي مكتوب عليها الجمهورية الصحراوية، وادعى فعلا على أنه مدعو على أنه من الحاضرين، فقط يلعبوا على الصورة جمهورية سيفي. تفضح اليوم كذلك ما يسمى وزير خارجية البوليساريو محمد السيداتي، واللي كيظهر لكم في الصورة مصور مع المسؤولين اللي كانوا أو اللي حاضرين في هذه قمة تيكا، مسؤولين الأفارقة رفقة مسؤولين يابانيين، نفس السيناريو نسخة مطابقة الأصل. لكن اللي عدل لمن بوعلي ممثل البوليساريو هو بنفسه اليوم اللي عدلوا محمد السيداتي، لكن تفضح هذا فتحوا مولانا ما فتحوا حد، ما جاه مغربي منعو قال له مرق من هاد الصونو، هذا فضوح وفاضح ومولانا. وبغيتكم تركزوا لي في الصورة، تخيلوا معي على انه هاد المسؤولين كاملين، هاد المسؤولين كاملين اللي ظهركم في هاد الصورة عندهم واحد الشارة في ذراعهم الايسر او ذراعهم الايمن، ايمن بالنسبة لكم انتم كتشوفوا الفيديو، الذراع الايسر بالنسبة للاشخاص كاملين اللي ظهرين في الفيديو او في الصورة عندهم شارة هي اللي غندور لكم عليها بالحمر. الا ممثل البوليساري محمد السيداتي ما عندوش، علاش؟ لانه خاشي خنشوشو فم، هذا هو الصورة. حتى انا كنت فم ماشي حتى انا نتصور، اي حد كان في هاد القاعة اللي غيقبضوا فيها صورة غيمشي هو يتصور. ومحمد السيداتي داخل بوثائق وجواز سفر دبلوماسي جزائري، وما هو من المدعوين. خرصوا محمد السيداتي في صدره أو في ذراعه الأيسر ما عندوش الشارة اللي عند باقي المسؤولين اللي
زروا اللي بجنبه. هذا محمد السيداتي يا اخوتي فقط للمعلومة، هذا محمد السيداتي مغربي، ابن مغربي، ابن مغاربة. الوالد تاعه هو اللي ظهر لكم في الصورة، هذا هو الوالد تاعه بالضبط. الوالد تاعه كان يشغل منصب وكيل الملك في احد المحاكم بالتزنيت على ما اعتقد، المهم محكمة في المغرب. كان الوالد تاعه وكيلا للملك. هذا محمد السيداتي كان يشتغل في المغرب مدير بنك، وكان يشتغل في البداية موظف في بنك، اعتقد البريد بنك بوسطة، كان يشتغل موظف فيها، وترقى وبعد ذاك وصل مدير البنك في احد الابناك في تيزنيت على ما اعتقد، كان مدير لله. هذا محمد السيداتي، ولد في المغرب، ترعرع في المغرب، كبر في المغرب، والديه مغاربة، والده كان يشغل منصب وكيل الملك في احد المحاكم في تيزنيت. يعني نتأكد لكم ان شاء الله معلومة مزيان، اللي باغي المعلومة يكتب لي في التعليق نقدر نتأكد له، اما تيزنيت اما ورزازات الى ما خاتنيش الذاكرة، ولكن 91% تيزنيت. نسمعوا الخوت باقي التسريبات الصوتية والردود على الواقعة الفضيحة اللي اتفضحت بها البوليزاري والجزائر مولي في تيكاد. حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. مرحبا وسهلا واهلا. لا حسن وخيرت وخيرت حسن. يا حسن الفشل اللي فاشل ويبكي ذاك اللي جر الصحراويين في السبعينات شهور لحمات الجزائر. الفاشلين هو من لم يستطع المقاومة في أرضه وعلى أرضه وهرب للجزائر ليختبئ وراء الجيش الجزائري. الفاشل بالنسبة لي أنا اللي ماني محلل هو اللي شد أولاد عمه وشد الصحراويين واغتصبهم وزرقهم في السجون والغيران وبدون قبور إلى يومنا هذا. الفشل هما اللي هربوا لأوروبا وخلوا اللاجئات حماة الجزائر في الأشماس. الفاشلين هما اللي قاسوا النعيم في أوروبا وخلوا الصحراويين والصحراويات يعانون في الشدائد على أرض الجزائر. هذا هو الفشل بالنسبة لي أنا. أما احنا ولله الحمد ولله المنة قاعدين في ترابنا، يعد فيها المغرب ولا يعد فيها إسرائيل. يا غرب وليزاري بعد ما هي دخلها والله نتمنى حتى شتي إسرائيل والله أنا مرحب بها. يا غرب وليزاري والجزائر لا لهيه. مرحبا بك أستاذي أبو حسن، شفت من قد هذا اللي قلت في أول هذا الأوديو والله إلا معك فيه. كان لهذا المغربي والله وشنه ما يعد الشيء كاع دامني تولي تبدا الجلسه يقوم سفير المغرب الرسمي اللي ما هو ذاك الجدع يقول لهم نقطه نظاميه الناس. هذا ابن ادم يا كانوا جاكم في ليست الاتحاد الافريقي، ومنين جاكم في ليست الاتحاد الافريقي؟ علاه ما عدلتوا له بلده كيفو كيف الناس الثاني بلايكو راديوه ميكروفونه ستيلواته ما هو مسائل، وبالتالي يحتاج توقف الجلسه خمس دقائق لين يعرفوا يا كان هذا ذاك بلده ولا بلده راه ورا الصف الثاني ولا الثالث، وتم البيضة زانقة. فعلا هذا نوع من الإجراء اللي قد يعود معه ما متناط. أنا بعد نسجل أنه هذا إجراء خاطئ تماما وغير مقبول في الأعراف الدبلوماسية. كان قد يعالج بطريقة ثانية يا غير مولي. أنا مالي كيفك أنت وأنت مالك كيفيا، أنا عندي طريقة إجراء نعدل وأنت عندك طريقة، والناس كاملة عنده خارج اللي يحل القضية بالربط، وخارج اللي يحل القضية لا بالرسائل المسمومة، وخارج اللي يحل القضية بالبارد كاع. يعطيك عمارة قاعد انت ما فطنت له، هي راهي عمارة قد ما تسري فيك لا عقده، والناس ما كيف كيف والدول ما كيف كيف. حتى الثاني بنفس المنطق مولي، بنفس المنطق نتكلموا فيه ربح حسن الجزائري ذاك الثاني اس دوز ذاك الثاني الجزائري اخباره، هل هو هذا خلق في اليابان تدخل ولا من حتى هو ما يعطي يتدخل؟ هون لجنة تنظيمية هي اللي تتدخل في الاجراء، فما عسى فما ساي من عدت انت شرع يديك كيف ثاني عدت شرع يديك معناك متقديت قاديته في نفس الاجراء. انتم معناها هويه انتم اللي ضوا لانكم انتم قاع القضيه الجزائريه مباشره قاع ما فيها حنين. وهذا اللي حاولوا ياسر يغطوه وعاد يظهر في السنوات الاخيره قضيه الجزائر. ولا هي بعثت الزي فيها الشراني قايل لك منهم. ما عاد قضيتها لا قضيه تعرف الناس اللي عدوا فيك شي طاب وشي مطاب بالبارد مولي. السلام عليكم ورحمه الله. منبر الساقي والواد. مرحبا عزيزه وخيرت. شطاريك لباس. أخيرت أخيرت الوالدة عزيزة أخيرت أخيرت يا عزيزة ولد علوات الله يهديه
مرات ومرات تكلمنا معاه، يناروا يا ولد علوات راك تمشي ورا السراب، يا ولد علوات راه سبقوك الناس أكبر منك وزنا وقيمة، وجبروا السجون والقمع والقبلية. يا ولد علوات هنا قاعد حدا والدتك، راهي الوالدة أفضل من إبراهيم غالي ومن البوليزاري ومن العيون ومن الداخل ومن السمارة. الإنسان والديه أفضل شي في الدنيا هي الوالدين، يا الوالدة عزيزة ما خالق شي في هاي الدنيا بصفة عامة أفضل من الجلوس مع الوالدة والوالدين. بوليزاري راه ما لا حركة، وما اللي حركة لا أقول أنا قريب تعود قاب قوسين ودنا تكون حركة إرهابية، أما هي حركة قبلية ديكتاتورية قمعية ما نتكلموا عليها الوالدة عزيزة. يا غير هذا يا عزيزة يبين بالواضح بأن الجبهة وقيادة الجبهة راهي تخدم مع المغرب، لأن هذه رسالة للشباب في المنطقة. هذا مثال حي انقال لولد علوات، معاق موظف ناظر من نقر العيون، دخل معتقلات، رغم ذلك ما قام له محمد من الدب، قاس الجبهة تمرمط، عاش الويل والويلات وما تكلم معاه ولا أحد. هذه رسالة للشباب في المنطقة باش يجمعوا راسهم بأن البوليزاري ما هي لكم. بوليزاري ورانا طرحة معروف، بوليزاري تمارس علينا التقية اللي يمارسه الشيعة هو الكذب على العدو، وحنا ونحن أعداء بالنسبة لقيادة البوليزاريو، أهل الساحل أعداء لقيادة البوليزاريو. يا غير هذا زين، هذه رسالة، هذا اللي عدل الولد علوات، والله على رسالة متينة للناس في المنطقة وشباب المنطقة. بعدكم لا بديل لا بديل الخرطي رأي فيها 15 سنة سجنا، ووحدين ووحدات يضربوا الدولار واليورو على ظهركم، وحدة شراو لها دار ابارتمون فالي كانتي وشي قرى ولاده في الميريكان، وتبعوا لا بديل لا بديل لا يتبع الا ولد علوات. ولد علوات الله يفرج عليه، ولد علوات تكلمنا معاه مرات ومرات يا غير، الله يوفقه الله يسهل عليه. مرحبا الوالدة عزيزة. مرحبا بك وسهلتي لب حسنة، تحياتي لك على الساقية واد ذهب 18-48. مرحبا وسهلا، انت حسكم انت طرحت سؤال مهم جدا. غير يبدو انك كيف ياسر من المناسبات وياسر من المحطات في مداخلتك، اطمنت من ذيك الناس اللي مرق من الاصبع لانها ما يفهمش حتى انت مولي الله لا ما راك ضحك عليها في مصر. ما خلق إجماع على عزل البوليساريو من اجتماع الشراكات الدولية للاتحاد الأفريقي، هذا اللي عدل في أكرا ذاك النهار الاجتماع على مستوى مينستريال على مستوى الوزاري، لا أنا بيتيسيون طلب لأنه أي دولة غير معترف بها في الأمم المتحدة ما يعطيها تشارك في هذه الاجتماعات. ونطرح هذا الطلب الاجتماع القمة القادم اللي يعدل يوم 15 و16 و17 فبراير الجاي، قمة 37 قمة لمستوى الرؤساء في 2025 فبراير القادم. هذا مولي انت خاصك تفهم ولا عتمرك فهم مولي صحه ولا صححنا لك مولي راه ياتك تقبلها او مسائل حقيقية. احنا ما نجيب لك ما هو شي حقيقي وما نطرح لك ما هو شي مطبوع، ولان ذاك ما هو الى عاد خلق اجماع لابد من يوافق عليه الرؤساء، يعني هما لا الوزراء، والوزراء لا مسألة تنفيذية، ما هي مسألة مثلا على قد مرق منها قرار إجماعي. ما حد ما فات خلق لي يعني مصادقة رؤساء الدول لمقررات الاجتماع الوزاري اللي خلق النهارات في غانا، ما يمكن له يخلق حد بهذا خلق البوليساري وكدولة تقدر لا تشارك تقدر لا تطرح مسائلها. غير احنا كنا نناقشوا يا مسألة آليات حضور الدولة هذه كيف الناس قاعد يجي طارح بلايكة من الخلاء ما حتى قام تقدم. رانا كنا راك ذاك قلنا راك يا مسؤول زي فهمتوا، ورغم أنه وقع التكرار يفيد الشطار، التكرار لا يزيد
رغم انه كاع فضامه العاد يقول لك العاد فضامه مهوسين قط سمعت اش تنزل ضامت بنزل الزين احمد محمود وولاته والعاد فضامه مهوسين اقلع مولاهم ولاته احنا ذا يعني نعلي لكم تاكدوا لكم مسائل على انكم انتم حاولتوا تسويق نصر وهمي حاولتوا تسويق شي من الخلق حاولتوا قاعد تبروا وتجيبوا شي من الهرير واسي انا بعد فايدة بالتحرير وهي ما هي عارفه الليله هاي الدنيا من يصاد كون بعد الرساله وصلت يعني خلق هذيك خلق لكم ذاك من الضغط خلق هذيك من ياسر من تترودوا للنصر من الخلق تتعلقوا فيه يعود لعاد قضيه الصحراء للأسف الشديد اختصرتوها الله بصورة هون الصورة هي معناها القضية انتهت بالنسبة لي أنا عاد بالنسبة لي نهايتها عندي عاد التلواد الصغاري هوك التلواد الهول هوك التلواد تحليل من الكذيب هوك التلواد تتعلقوا في الناس كانها تفاضمي كلامنا احنا وتتأكد كلامكم انتم هذه بعد بالنسبة لي أنا رسالة واضحة لأنه بداية نهاية هذا المشروع للأسف الشديد بشكل مولي مهين جدا يعني قال لك مالي بصدق صراحة بينا لك بالملموس وبالدلائل لأنه واحد معيط وذاك هو مطروح حاله الاعتبار مطروح للمسائل وقابض مالي بلده والثاني جا مفرصي راسه بطريقة ذيك هي ما هي ما تبين ضعفه وتبين قلت التخمام كيف قلت التخمام في ياسم من قرارات في ياسم من أمور لا داعي لذكر هذاك لمدى هذه 50 سنة مرحبا وسهلا مرحبا بك يا حسن مرحبا وسهلا من قد خارج لك الا ذاك خارج لك الا ذاك اللي في صورته ما راك ليه تغيروا تو انا ماني نغير انا ماني هو السبب فيه وانت ما راك سبب فيه جبايق انا طرحت لنا انت حللتها بطريقتك الخاصه وبعينك لانه قال لك عنه قال واحد فايت منين شاف ذي المد شوين سبت تلاهي العين شقتها واحده غير نظرتها ما هي كلها نظرته كلها قراءة الأمور خاق اللي شو خاق اللي قاعد يعود كيف لوسو اللي هو الدب يشوف كل شيء يدخل وخاق صلي يشوف بالليل وان كامل وخاق اللي يشوف كلها نظرته كلها نظرته مالي من الموقع الجغرافي اللي هو من الزاوية من لانجولو اللي هو قاعد فيه يقدر يشوف خارج اللي يشوف زين وخارج اللي يشوف وفاضم يحاول مرق الأصبع باش كان يكسر ذاك الهزيمة عايدة نفسي اللي فهم يحاول يعوضها بطريقه ثانيه يعوضها بالزغاريت يعوضها بحبت حمجودك يعوضها بقيفه يعني يعوضها بنوع من الشعر ما يجيب لك الاستقلال والزغاريت ما يجيب لك الاستقلال وحتى حضورك قاعد في اعلى قمه ما يجيب لك الاستقلال يجيب لك الاستقلال لا شيء فعلا في الميدان وانتم عوضتوا مجيبه الاستقلال الفعليه بالتلواد الصوره هوك والزغاريت هوك وتهيدينا هوك وشيباني يتكلم ومريت يتكلم هوك وواحد واسع عنه يحلل هوك انا بعد صراحه والله ماني شايف لكم شيء صراحه ماني شايف مع احترامكم وشفيق عليكم صراحة.